وصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير، فلنصغي. في ذلك الزمان دنا إلى يسوع واحد من علماء الناموس وقال مجربا له: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: أحبب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قدرتك وبكل ذهنك وقريبك كنفسك. فقال له بالصواب: أجب، افعل ذلك فتحيا. فأراد أن يزكي نفسه، فقال ليسوع: ومن قريبي؟ فعاد يسوع وقال: كان إنسان منحدرا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين لصوص فعروه وأوسعوه ضربا، ثم مضوا وقد تركوه بين حي وميت. فاتفقا أن كائنا كان منحدرا في ذلك الطريق، فأبصره وجاز. وكذلك لاوي واف في المكان، فأبصره وجاز. ثم إن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه تحنن، فدنا إليه وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا، وحمله على دابته الخاصة، وأتى به إلى فندق واعتنى به. وفي الغد عند انطلاقه أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال: اعتني به، ومهما تنفق فوق هذا فأنا أدفعه لك عند عودتي. فأي هؤلاء الثلاثة تحسب صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ قال: الذي صنع إليه الرحمة. فقال له يسوع: امضي واصنع أنت أيضا كذا آلك. حقا